أشكال ونغم والحان صحصح ولا نعسان شارك معنا الألوان كل الدنيا ألوان أشكال ونغم والحان صحصح ولا نعسان شارك معنا الألوان برنامج ألوان ملون من قصة وحركات مكون ولعبوا أغاني بيعلم والشاطر وحده بيتعلم برنامج ألوان ملون من قصة وحركات مكون لعبوا أغاني بيعلم والشاطر وحده بيتعلم معنا أصحاب حلوين راح يقدموا ألوان رحبوا معنا يا شاطرين بيخلوا غدانا وريانا معنا أصحاب حلوين راح يقدموا ألوان رحبوا معنا يا شاطرين ألو؟ ألو؟ أنا ماهر. أهلين ماهر، كيف حالك؟ أنا بدي أجي أزوركم. تيجي تزورنا؟ إمتى؟ اليوم، كمان ساعة. اليوم؟ أنا رح أخبر خلدون وأصحابنا الأطفال. باي. مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ إحنا مبسوطين كتير اليوم إنه معانا ماهر، اليوم حيعلمنا عن الإيقاعات. مرحبا ماهر. أهلا، كيف حالكم أنتو؟ كتير مبسوطين إحنا. شو يعني إيقاعات؟ وإيش هي الآلات اللي بتسوي الإيقاعات؟ الإيقاعات كتيرة متنوعة وكل بلد إلها إيقاع. يعني مثلا لو رحنا على بلاد العربية بيستخدموا الطبلة، الطبلة آلة إيقاعية بتطلع صوت حلو. لو رحنا مثلا على البلاد اللاتينية بيستخدموا هاي الإيقاعات اللي هي اسمها كونغز. في منها صوت رفيع، في منها صوت غليظ، وهاي مكونة من خشب ومن جلد وبتلعب بالإيدين. شو حلو. وفي منها كبير، في منها كبير، في منها وسط، وهاي اسمها بونغوز. والبونغوز كمان فيها صوت غليظ، في صوت رفيع، وبتلعب بالأصابع. وفي منها كمان أصغر حتى تطلع صوت كمان رفيع صغير وصوت هيك. وماهر أنا شايف في كمان آلات هنا، شو هم هدول الآلات وكيف ممكن نستخدمهم في العزف؟ زمان 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 ما كان في آلات إيقاعية وأشياء بتطلع أصوات، فكان يجيبوا النباتات يجففوها. إيش يعني يجففوها؟ يعني ينشفوها. لما تتنشف البذور اللي جوا بتطلع صوت. مثلا هاي هي عبارة عن نبتة وبتطلع صوت حلو إذا حركناها. طب ماهر تقدر تعزف لنا إشي عشان نعرف كيف الإيقاعات؟ رح أبدأ أعزف على أول آلة اللي هي آلة الطبلة. وهاي الطبلة بنعزف عليها هيك، بحط الطبلة على رجلي وبعد أدق هيك. شو حلو. وكل بلد إلها إيقاع معين وإلها رذم معين. يعني هذا الرذم اسمه عربي. سنة تعرف تلعب عربي؟ جرب العب عربي. حلو سنة. ممتاز. سلينا وهلا سلينا جربي انت العبي بالطبلة كمان. نقدر احنا كمان نجرب؟ جربي. رح نوزع اليوم الطبلات، كل واحد رح ياخذ طبلة. اعطيني هدول، خذوا هدول الكونجز. سلينا خذي هاي العبي فيها. وسند امسك العب هاي صغيرة. سند اوكي. واحنا بدنا نعطيكي هذا الشيكر حتى تعملي فيه اصوات. رح نخلي كل واحد يلعب شيء ونحاول نعمل ريذمز مع بعض، ايقاعات مع بعض. شو رايكم؟ يلا اوكي. يلا سند انت اعمل هيك. سلينا انت رح تعملي هيك. جربي. خلدون انت اعمل هيك، حرك فيها. ايوه وانت كمان حركي فيها، وانا رح العبها هون. اوكي يلا 1 2 3 4.
لماهر مع بعض. شكرا ماهر، وأنا كتير انبسطت معاكم اليوم. نسمع قصة. في يوم من الأيام اجتمعت الآلات الموسيقية للترتيب والتحضير لأهم حدث خلال العام، وهو احتفال الربيع. وقررت هذه الآلات إنه الاحتفال هاي السنة لازم يكون منظم، وكل واحد منهم لازم يعزف مقطوعة موسيقية مميزة. وبعد الاجتماع صارت كل آلة تحاول تألف لحن موسيقي مميز. فالدرمز بدأ يعزف بإيقاع، لكنه لقى إنه ناقص ومزعج شوي. والبيانو ألف لحن بس شعر إنه ممل وبطيء. أما الجيتار فعزف على أوتاره لحن لطيف، لكن بعد ما سمعه أكتر من مرة حس إنه ضعيف وخفيف. أما البوق فكان يعزف لحن بس شعر إنه ناقص فوقف، وصار يفكر وهو يسمع لأصحابه. بعد شوي إجت له فكرة عظيمة، ونادى بأعلى صوته على أصحابه الآلات وطلب منهم يوقفوا عن العزف. استغربت الآلات من طلبه، لكنهم سمعوا كلامه. وقال البوق: يا صحابي، كل واحد فينا عم بيعزف لحن لحاله لكنه ناقص، شو رأيكم نحاول نعزف مع بعض زي الأوركسترا؟ يمكن نعزف شي أفضل. فبدأ الدرمز يدق الإيقاع ولحقه البيانو، وحست الآلات بشعور كتير حلو. فانضم الجيتار إلهم، وبعده البوق،
واستمروا يعزفوا مع بعض وتدربوا على المقطوعة الموسيقية. وفي يوم الاحتفال كان الحضور كتير كبير، طلعوا الآلات على المسرح وعزفوا مع بعض لحن سحري جميل. وعملت ألحانهم مع بعض موسيقى رائعة، وكانت مقطوعة أوركسترا الآلات الموسيقية جميلة جداً. أصدقاء ألوان، مرحبا، أنا اسمي باسم وأنا بعزف على الأورج. أنا اسمي جمال وهذه الآلة اسمها أكورديون. مرحبا، أنا اسمي رندا وهاي الآلة اسمها ترومبون. أنا اسمي كيفورك وهاي الآلة اسمها ترومبت. يلا نرقص ونغني. مرحبا يا حلوين، اليوم كان ممتع كتير ومليان بالموسيقى. تعرفنا على الآلات الموسيقية المختلفة، ومنها الطبلة والجيتار والكمان، كلها أصواتها حلوة كتير. وبالقصة سمعنا إنه الآلات الموسيقية لما بتجتمع مع بعض بيعزفوا أحلى أنواع الموسيقى ومنسميها أوركسترا. وغنينا ورقصنا على أنغام الآلات الموسيقية. تذكروا دايماً إنه تستمتعوا بالموسيقى من حولكم. باي.